حلقتنا متابعة معكم محمد عساف، اسم عرفناه من خلال أعمال فنية وأغنيات فأكد صورة الشعب الفلسطيني يلي بيتحدى القذائف وأصوات المدافع بأصوات بتصدح بالفرح. هيدا محمد عساف الفنان، واليوم رح نتعرف على محمد عساف الطفل الشاب والإنسان من خلال فيلم جديد للمخرج هاني أبو أسعد بيحمل عنوان آيدل أو يا طير الطاير، ويلي عم يتناول قصة شعب من خلال سيرة حياة. التفاصيل. بدنا أدوات موسيقية. المصاري اللي معكو بيجيبوش وتر بسوق البالي. آيدل أو يا طير الطاير، عنوان فيلم من إخراج هاني أبو أسعد، بيروي قصة حياة الفنان محمد عساف الفائز بلقب أرب آيدل سنة 2012. فيلم بيلامس العواطف وبيطلق العنين لأحلام وطموحات من خلال قصة ولد عاشق الغناء وبمساعدة شقيقته سابر على الحلم، ورغم الظروف القاسية والاحتلال والحرب ما استسلم، حافظ على العزيمة وعبر الحدود المقفلة ساعي وراء حلم. أنا لازم أروح مصر، أنا لازم أطلع من هذا المكان. وصوته الرائع كان جواز عبور للنجومية والشهرة حتى قبل فوزه باللقب. لازم نوصل صوتنا للعالم. الفيلم جال بمهرجانات عديدة حول العالم، منها تورونتو ومهرجان دبي، حيث كان لنا لقاء مع هاني أبو أسعد خلال تواجده بمهرجان دبي. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أول شيء صوت محمد يعني رائع، عنده قصة جميلة، والأهم أنه طالع من غزة. عادة يعني غزة الصورة تبعتنا حتى الفلسطينية أنه في حصار وفي دمار وفي احتلال وفي فقر وفي عذاب. هلا طلع محمد من كل هذا كمارد وبصوته الجميل ومع ابتسامة، هذا كان شيء يعني هذا كان غريب جدا يعني. أسبوع تم إطلاق الفيلم بالصلاة اللبنانية ضمن عرض خاص بالجراند سينما بصيدا بحضور النجم محمد عساف. بصيدا شيء مهم بالنسبة لي لأنه كمان في عدد كبير من الفلسطينيين بمخيمات اللجوء، مخيم عين الحلوة بالتحديد، موجودين وبدهم يشوفوا هاي القصة اللي هي بتمثلهم وبتحكي عنهم بشكل خاص، يمكن أكثر ما بتحكي عن محمد لأنه حيتابع ويشوف الفيلم. إنه أنا بعيش كنت في غزة داخل أحد المخيمات في قطاع غزة، لكن جريت ورا حلمي واستطعت إنه أنا أوصل بالعزيمة وبالإصرار وبالأمل. والشيء الأجمل إنه قديش إنه لقيت إنه في ناس كتير وقفت معاي ودعمتني ووصلتني لهاي المكانة. هاني أبو أسعد مخرج العمل حائز على جائزة أوسكار عن فيلم بارادايس ناو كفيلم غير ناطق باللغة الأجنبية، ورشح أيضا عن فيلم عمر لجائزة الأوسكار. أم هاني أبو أسعد بلفتة خاصة بهالعمل من خلال مشاركة الممثلين الفلسطينيين يلي عملوا معه بأفلام سابقة، فشاركوا بأدوار قصيرة وهن علي سليمان وتوفيق برهوم إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين لبكة. أبطال العمل كانوا ممثلين أطفال أبدعوا بتأديتهم لدور محمد وشقيقته وأصدقائهم. من قلب الألم والوجع ولد نجم سامر على طموحه، آيدل أو يا طير الطاير، فيلم ممتع ومؤثر بيستحق المشاهدة، انطلق حاليا بصلاتنا اللبنانية. منضل بالأجواء الفنية من عروض السينما إلى المعارض مع الفنان التشكيلي علي سلمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا علي. رح نحكي عن معرضك الجديد يلي تم افتتاحه نهار الجمعة واليوم هو نهار الختام. صحيح. وبيحمل عنوان نور الظلال، هو تاني معرض فردي لألك صح؟ صحيح. شو بيختلف عن أول معرض؟ أولا نضوج، ثانيا
الموضوع المتناول شوي أقرب لحالتنا من ما هي عادة. شو كان أول معرض عنوانه؟ أول معرض كان قفص الروح. بس تأخرت كتير يعني من 2002 أول معرض صحيح. فرد لقلق لا حتى هلأ رجعت بال 2016 ليه هالقد أخذ وقت؟ 2002 كان صور وتماثيل ولوحات. تماثيل؟ تماثيل صغيرة. حاليا بس لوحات. بين أني تجوزت جبت أولاد الاهتمام الأول يعني مبروك أخذوا حيزهم من وقتي. وبين كمان شوي تحضيري للمعرض لأنه ما دايما بيلاقي الواحد الموضوع اللي ممكن اللي هو في موضوع واحد لكل المعرض؟ المعرض موضوع نور الظلال يعني لأنه نرسم بتقنية دايما على ضوء الشمعة أو على ضوء النهار ومسكرين البرادة. ليه؟ عامل بحالك هيك؟ لا لو الشمعة ما في كهرباء مثلا هي من وحي تقريبا الأوضاع والنهار ومسكر برادي لأن ما معود على الضوء شيء ومنه هي كانت الفكرة أنه عادة لما تكونوا بالمساحة اللي محطوطة فيها اللوحة وتنقطع الكهرباء بتصير اللوحة مساحة سوداء على الحيط فكانت الفكرة أنه لا بدي اللوحة حتى بعد ما تنقطع الكهرباء بتضلها واضحة على الحيط يضلوا شايفها الواحد. غريب كيف صارت الكهرباء محور أساسي بحياتنا يعني بصير بدنا نشوف اللوحة عودونا غيابها طيب كيف بيقدر الفنان يرسم عن جد على ضوء الشمعة مثلا؟ ما هو هون بتصير بتاخد وقت أكتر طبعا بتعتمد مثلا الألوان القوية؟ ايه كان في كتير بالمعرض كان في كتير كونتراست ولعب على الالوان ايه عم نشوف الالوان واجمالا الالوان اللي فاقعه هي اللي بتضلها مضويه بعد ما تطفي الدنيا هون شو يلي عم نشوفها كانت اللوحه كان في ايه هون في بعض اللوحات كانوا بحكم انه كل يوم ندور تلفزيون بيطلع لنا صور كتير حلوه عن الحرب والانفجارات وغيرها في بعض اللوحات كانوا بمرحلة قصف غزة ومن بعدها اجوا أخبار سورية وغيرها فدايما في اشياء الصورة اللي علقت عليها هي لحظة قصف بس حبيت نشوف الوجه الحلو من البشع اللي حوالينا كل الوقت هيدا فنوعا ما ببراءة الطفل عادة بيطلع بالقصف بحسه فرقع إذا ما معه خبر شو عم بيصير فيه فحاولت اطلع بهاي من نظر الطفل يعني لهالامور يعني. طيب قديش اخذ معك وقت رسم اللوحات يعني بين اي فتره واي فتره رسمتهم معظم اللوحات كانوا بين 2014 و2015 بس المعرض يضم لوحات ابتداء من 2005 في اقدم كمان طيب باي حاله بترسم يعني بتكون عم تقلنا انه كان في قصف صحيح ما يعني هو اجمالا لسوء الحظ معظم الفنانين بيستوحوا من الاشياء السلبيه الجماليات من الاشياء السلبيه اللي حواليهم مثائب كون عائله صحفيه معرضين للاخبار بشكل بتفاصيل الاخبار عمك استاذ فيصل سلمان والوالد الوالد طلال سلمان يا هلا حب لوحاتك كثير اثنيناتهم بس كل واحد بطريقته يعني كيف حبهم استاذ فيصل بنوجه له تحيه سلمي عليه واحسن معليه اكيد لا حبهم اجى على المعرض امبارح كان قضى وقته معي بالعكس كان حابب كثير امبارح كان اول مره بشوفهم لهدول اللوحات هو اني من اعمالي سابقا من المعرض السابق راي مين بتاخذ بلوحاتك قبل ما تعرضهم يمكن بالمعرض هو عادة بحاول أوصل للفنانين اللي بعرفهم أخذ رأيهم مثل؟ يعني هالمرة ساعدني الأستاذ محمد شرف اللي هو كمان بيكتب مع جريدة السفير يعني حسب المواقف وحسب مين اللي متوفرين الأستاذ حسن جوني كمان عادة بحب مشهور له يعني حتى بلوحاتك مأثر أنك من عائلة صحفية يعني بنشوف في مواضيع يعني سياسية باللوحة 100% نوعا ما إذا بدنا يعني ما بعرف صيغهم بالكتابة عم بتصيغهم بالرسم بالمقالة فبرسمهم بالرسم
كتابة بعلق أكثر، بضلني رومانسي أكثر. طيب وقت اللي ذكرت ببداية حديثنا أنه صار في نضوج بين أول معرض فردة والثاني، كيف الفنان بينضج؟ كيف بتنضج اللوحة؟ بالنسبة لقلي الأسلوب، يعني قبل ما كنت أرسخ على طريقة للتعبير، وحتى باللوحات اللي موجودين الشغل منه موحد، منه تكنيك واحد، بس مجموع اللوحة صار موضوع متكامل. قبل كانت تكون شوي فلتانة، البرواز بكفي. طيب المشاهد وقتها بيكون عم بيتفرج على اللوحات بيلاحظ هالشي، انه مثلا قبل كانت اللوحة فلتانة مثل ما قلت وهلأ صارت ناضجة، انا اذا بدي روح اتفرج بلاحظ؟ مش او اذا بتحط لي لوحتين من قبل وهلأ بقدر شوف الفرق؟ ممكن تلاقي الفرق. حتى من ضمن المعرض في لوحات ببينوا دغري انه هدول اقدم من هدول، لانه في صيغه محدده مش واضحه فيها. يعني في لوحات بترجع تطلع عليها ما بتحبها، لو انه انت اللي رسمها. اجمالا ما بعرضها اذا ما حبب. طيب كم لوحه مش معروفه؟ من هيك نطرت لصار عددهم كافي. كم لوحه مش معروضه فاذا؟ كتار. يعني كتار وقت اللوحات يلي الفنان بيرسمها وبيطلع فيها بيقول انا ما مش هيك بدي، او ما زبطت معي. ما زبطت معي اجمالا بضلوا يرسم فوقها، بس احيانا كتير في لوحات بيوصلوا بيقولوا لك هني بس يمكن انت ما تكون مقتنع معهم، يمكن بعد 10 سنين ارجع اشوفها ولاقيها كتير ناضجه بالنسبه لوقتها واعرضها ساعتها وانبسط بحالي. بس ما لها وقت يعني اللوحه. صحيح، باوقات كثيره ما بتكوني محضره حالك نفسيا انه منك جاهزه تحطي هاي اللوحه كصوره تمثلك، لانه بالنهايه اي حدا حياخذها حتصير عندك سفير رسمي باسمك ببيته على الحيط. طب كنا هلا عم نشوف صور للطبيعه، صور لا ما بعرف بنايات ببيروت، كمان كنا عم نشوف صور بورتريه، يعني كتير صحيح. غير هن الموضوع الرئيسي كلهم ذكريات أكثر مما هن أشخاص أو مدن فعلية. هي بشارك لحظات اللي أنا بتذكرها من ذكرياتي. المباني مؤسسة أكثر من عشت بين بيروت والقاهرة وأحياناً الشام وأحياناً باريس، ففي من الأربع مدن مع بعض مخلطين بس من دون وضوح. يعني معظم اللوحات البورتريه بيكونوا تكوين من 7-8 أشخاص مع بعض، والمشاعر المربوطة فيهم أكثر مما هي لون بشرتهم. طب شو يعني مثلا شو كنت بدك تعبر من خلال لوحة من هاي مثلا؟ هيدي مثلا كتير منيح المثل عليها، لانه في لوحات الاشخاص عندهم بقبق عين، في اشخاص ما عندهم بقبق عين. هيدي من اللي ما عندهم بقبق عين. ليه؟ في الشخص يعني بالنسبه لي بتذكر العالم اللي قابلين بحالهم عايشين حياتهم شايفين الدنيا مثل ما هن بدهم يشوفوها، مقابل الاشخاص اللي بيحكوا عن لسان غيرهم بيشوفوا عن طريق غيرهم. فدايما من عينه هو اللي بيشوف الطريقه هو الفرق النقطه الفاصله بين هيدا وهيدا الشخص. طيب كيف خطرت ببالك انه مثلا تختار بؤبؤ العين ليكون هو الفصل بين هالشخصيات وهالشخصيات؟ بؤبؤ العين مثل ما بيقولوا عنه عاده مدخل الروح، فالشخص اللي بيلحق على العمياني بالنسبه لي روحه مش له، بينما اللي ماشي وعم بنقي طريقه بعينه بيكون روحه حرة طريقة يعني نوعا ما. نعم. كم لوحة منشوف بالمعرض؟ المعرض بضم 42 لوحة اللي هن معروضين للبيع، ووحدة بس غير مخصصة للبيع. هاي دايما لا ليه وحدة مخصصة بس؟ كلهم معروضين للبيع بس في وحدة في وحدة 43 بتضل لإلي، هي محفورة بالخشب و مرقت هي على نسق هيدي بس اكبر شوي، ما بعتقد يمكن ما ضمنتها بين الصور اللي موجوده. مش موجوده ليه يعني هاي بتنقيها انه ما تنباع؟ صعب تقييمها، صعب تقديرها، وفي هاي اللي الوحيده اللي فيها تعلق عاطفي نوعا ما، يعني بتذكرني هي ذكرى، كلهم ذكرياتي وكلهم حيكونوا معلقين على الحيطان، بس هيدي تحديدا. قد اخذت معك وقت شغل؟ 6 سنين. ست سنين
انه المرحله الاولى 6 اشهر الباقي كله 6 سنين. حلو. فينا نعرف صار عندي حشريه اعرف عن شو بتحكي. هي ليه هالقد معلق فيها؟ معلق فيها لانه الاشخاص اللي تذكرتهم انا عم بشتغلها كثير كانت علاقتي مميزه فيهم. هي بورتري يعني كمان؟ هي لا هي اربع اشخاص. هي بيكنيك ان ذا سكاي اسمها بيكنيك ان ذا كلاود سوري. اوكي. انه اربع اشخاص كل واحد بوضعيه، واحد عم يرقص واحد قاعد. هو يا ريتني كنت ضامن الصوره لل ايه كنا فهمناها اكثر يمكن. بكل الاحوال نعم بيروح على المعرض بيشوفه. بيروح على المعرض طبعا بده يشوفه. الفنان التشكيلي علي سلمان، نحن بنشكر حضورك معنا. بنذكر انه المعرض اليوم بيختم فعالياته بدار الندوه من اي ساعه ولا هلا؟ ابتداء من هلا لغايه الساعه 7 بالمساء. فاذا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ما تطول بالمعرض الثالث يعني، اذا كل مره 10 11 سنه كارثه. لا مبدئيا اخر الصيف اذا الله رد ان شاء الله خير. بنرجع فاذا بنشوفك قريبا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. برايكم نرجع نتابع اخبار صباح؟ خليكم معنا.